بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو نيميرو 21. بهذا الفيديو سنتحدث عن البوان دانفليكسيون. اولا هنحكي عن الديريفي سيكوند، ثانيا هنحكي عن فونكسيون كونكاف اي فونكسيون كونفكس، ثالثا سنتحدث عن البوان دانفليكسيون. العنوان الأول بهذا الفيديو شو يعني ديريفي سيكوند؟ سواء في فونكسيون ديريفابل سور ان انترفال اي، سي اف بريم اي ديريفابل سور اي، الور اون دي كو اف اي دو فوا ديريفابل سور اي. الاف سيكوند اكس هي ديريفي للاف بريم اكس، الاف سيكوند اي لا ديريفي سيكوند دو اف سور اي، والاف سيكوند هي ديريفي للاف بريم. خلونا نعطي اكزامبل. Calculer la dérivée seconde des fonctions f et g définies par fx égale 2x tout le droit moins x2 plus 5x moins 1, gx égale x sur 2x moins 1. بالنسبة لأول فونكسيون معنى f هي فونكسيون بولينوم. Donc f est dérivable sur R et f prime x. Donc f prime x égale 3 fois 2, 6 x au carré moins 2x plus 5x, il y en a plus 5 au dérivé de 1, 0. f prime مثل ما شايفين ايضا هي عبارة عن فونكسيون بولينوم. Donc f prime est dérivable sur R et f seconde x égale مثل ما حكينا ال f seconde x هي dérivé لل f prime، وبالتالي dérivé لل f prime 2 fois 6 يعني 12x moins dérivé لل 2x يعني 2 ودérivé لل 5 0. وبالتالي هيدي الفونكسيون f هي فونكسيون 2 fois dérivable sur R et f seconde x égale 12x. On a la fonction g définie par gx égale x sur 2x moins 1. G est une fonction rationnelle. Et si g est une fonction rationnelle, fais un g dérivable sur son domaine, le haut est moins infini 1 demi, union 1 sur 2 plus infini. بالنسبة لل g prime x, g prime x égale هاي دي u sur v. U prime dérivé لل فوق 1 ضرب تحت 2x moins 1 moins dérivé لتحت ال v prime اللي هي 2 ضرب الفوق اللي هي ال u اللي هي x sur 2x moins 1 au carré. إذا بنرتب النيوميراتور حيضل عنا بالدينوميناتور 2x موان 1 أو كاري عنا 2x موان 2x 0، حيضل عنا بالنيوميراتور موان 1. أيضا الفونكسيون جي بريم مثل ما ملاحظين هي بولينوم على بولينوم، يعني فونكسيون راسيونيل، وبالتالي الجي بريم ديريفابل سير سون دومين دي ديفينيسيون اللي هو ايضا موان انفيني 1 سير 2 يونيون 1 سير 2 بلس انفيني. وبالتالي الفونكسيون جي اي دو فوا ديريفابل جي سيكوند اكس ايغال جي بريم اكس بريم، وبالتالي نحن حنعمل ديريفي لهيدي الفونكسيون الموجوده هون. في عندنا هيدا هون يو، وفي عندنا الدينوميناتور اللي هو في. Égale moins 1 implique U' égale 0. بالنسبة لـ V, V égale 2x moins 1 au carré implique V' égale هيدي U puissance n، حينزل 2 لهون، حيضل عنا 2x moins 1 à la puissance 1 fois ما ننسى U' اللي هي 2. يعني v prime égale 2 fois 2 يعني 4 parenthèse 2x moins 1. نرجع للg second x، وبالتالي dérivé هون u prime v moins v prime u sur v2 égale u prime 0 0 fois v يعني 0 moins v prime اللي هي 4 parenthèse
2x moins 1 fois u les هي moins 1 sur v2 يعني 2x moins 1 au carré ou au carré يعني à la puissance 4. أخيرا إذا بنعمل simplification par 2x moins 1 عندنا fois moins 4 fois moins 1 égale 4 sur 2x moins 1 à la puissance 3. بالنسبة للنقطة الثانية بهيدا الفيديو حنحكي عن الفونكسيون كونفكس و فونكسيون كونكاف. سوا f une fonction continue sur un intervalle i. مثل ما شايفين على الشمال هيدي الفونكسيون f حتكون كونفكس طبعا sur l'intervalle i. على اليمين هيدي الفونكسيون هي فونكسيون كونكاف sur l'intervalle i. خلونا نعطي الديفينيسيون. ليكون الفونكسيون كونفكس sur un intervalle i مثل ما شايفين pour tout point m et n de c le segment mn مثل ما شايفين le segment mn est situé au-dessus de l'arc mn. فإذا مثل ما حكينا إنه بهالحالة هيدي pour tout point m et n de c le segment mn est situé au-dessus de l'arc mn. وبهالحالة هيدي أيضا إذا أخذنا بوان دبليو في موجودة على الكورب سي مثلا إذا أخذنا هيدي البوان دبليو في ورسمنا التانجونت سي أون دبليو في ومثل ما ملاحظين بهالحالة هيدي دائما التانجونت سي أون دبليو في بيكون تحت الكورب سي. بنروح للفونكسيون كونكاف بهالحالة هيدي إذا أخذت أنا دو بوان كيلكونك M و N de la courbe C dans ces cas مثل ما شايفين le segment MN est situé au-dessous de l'arc MN. أيضا بهالحالة هيدي إذا أخذنا بوان W بوان كيلكونك de la courbe C ورسمنا التانجونت فإذا إذا بنرسم التانجون T AC en W بهالحالة هيدي التانجون T U O dessus de l'arc MN. فإذا هيدا اللي لازم نعرفه عن الفونكسيون كونفكس كديفينيسيون والفونكسيون كونكاف. حناخد بروبريتي بعد شوي بتقول إذا كان الفونكسيون f دو فوا ديريفابل بحالة الفونكسيون كونفكس بيكون ال f سيكوند بلو غران أو إيكال أ زيرو وبحالة الفونكسيون كونكاف بيكون ال f سيكوند بلو بيتي أو إيكال أ زيرو. فإذا البروبريتي سوا f إن فونكسيون دو فوا ديريفابل سور أن إنترفال إي البروبريتي بتقول f est convexe sur i si et seulement si f seconde plus grand ou égal à 0 sur l'intervalle i. f est concave sur i si et seulement si f seconde plus petit ou égal à 0 sur l'intervalle i. يعني هيدي البروبريتي من خلالها نحن بنقدر نعرف الفونكسيون اذا كان كونكاف او كونفكس. بكل بساطه بيكون معنا الاف بنحسب الاف بريم بنحسب الاف سيكوند بنطلع سينيا للاف سيكوند اذا كانت الاف سيكوند بوزيتيف بنستنتج انه الاف كونفكس اذا كانت الاف سيكوند نيجاتيف بنستنتج انه الاف اي كونكاف. بالنقطة الأخيرة بهيدا الفيديو حنحكي عن البوان دانفليكسيون. شو هي البوان دانفليكسيون؟ بأي حالة بيكون عندنا بوان دانفليكسيون. خلونا نروح باتجاه الجيوجبرا لنضوي على بعض النقاط. بهيدا الفيجور الكورب الموجود باللون الأحمر هو كورب ريبريزونتاتيف دون فونكسيون اف ديفيني سور ان انترفال اي. مثل ما ملاحظين انه الجزء من هيدا الكورب الموجود على يسار دبليو في هيدا كونكاف والجزء الموجود على يمين دبليو في من الكورب سي كونفكس. دبليو في هي الحد الفاصل بين الكونكاف وبين الكونفكس
وبالتالي par definition W حنسميها point d'inflexion de la courbe C. في definition آخر لل point d'inflexion، إذا أخذنا point M point quelconque موجودة على الكورب C، باللون الأزرق هيدا الدروات T هو tangent à C en M. مثل ما شايفين هيدا باللون الأزرق هو tangent à C en M. بهالمنطقة هيدي ساعة ما يكون الفونكسيون كونكاف مثل ما شايفين او فوازيناج دو اكس ام، الاكس ام هي الابسيس للبوان ام، لا تانجون تي مثل ما شايفين اي سيتيي او دوسو دو لا كورب سي. اذا منروح للمنطقة على اليمين هون اللي هي كونفاكس مثل ما ملاحظين او فوازيناج دو اكس ام، لا تانجون تي et au-dessous de la courbe C. فإذن بحالة الكونكاف T فوق C، بحالة الكونفاكس T تحت C. خلونا نشوف شو عم بيصير ساعة ما بتصير الام confondu avec le point W اللي هي le point d'inflexion. مثل ما ملاحظين ساعة ما الام confondu avec le point W، la tangente dans ces cas la tangente T traverse la courbe. شو يعني traverse la courbe؟ خلونا نعمل زوم. مثل ما شايفين على يسار W T et O dessus de C، على يمين W T مثل ما شايفين T صار تحت الكورب C. فإذا بهالحالة هيدي منقول إنه la tangente T traverse la courbe. البعض ممكن يفسر البوان دانفليكسيون على الشكل التالي، إذا في سيارة أخذ هيدا المسار اللي هو باللون الأحمر، ساعة ما يكون الفونكسيون كونكاف بهالحالة الشوفير بده يكون عم يبرم الدركسيون بهيدا الاتجاه، يعني باتجاه عقارب الساعة بالاتجاه اللي هو موان. ساعة ما بيوصل للبوان دانفليكسيون بهالحالة هيدي لازم الشوفير يبرم دركسيون السيارة بالعكس اللي هو الاتجاه البلوس. ولهالسبب البعض بترجم البوان دانفليكسيون وكأنه هي نقطة التفاف أو نقطة انعطاف، يعني بهالنقطة هيدي من الضروري انه نغير الاتجاه الدركسيون السيارة منشان نكمل طريقنا بشكل طبيعي. فإذا اللي حكينا على الجيوجبرا حنكتبه هون، معنى f فونكسيون ديفيني اي كونتينيو سور ان انترفال اي اي ا ان اليمون دو لانترفال اي، اون دي كو W اللي عندها كوردوني AF A est un point d'inflexion de la courbe CF lorsque F passe du convexe au concave en A ou F passe du concave au convexe. يعني بمعنى آخر W هي الحد الفاصل مثلا هون بين الكونكاف والكونفكس أو العكس. ايضا في عنا هيدي الملاحظه اللي حكيناها على الجيوجبرا انه او بوان دانفليكسيون W لا تانجونت ترافيرس لا كورب. مثل ما شايفين على يسار الا تي فوق السي، على يمين الا تي صارت تحت الكورب سي. حننهي هيدا الفيديو بالبروبريتي الاهم واللي هو اكثر استعمالا بهيدا الدرس. البروبريتي بيقول سوا اف une fonction deux fois dérivable sur un intervalle i et a un élément de i. W, l'un des coordonnées AFA est un point d'inflexion de CF si et seulement si F seconde s'annule en A en changeant de signe. فإذا إذا الفونكسيون f سيكوند سانول لوسك x إيغال A en changeant de signe مثلا من الموان للبلوس، بهالحالة هيدي البوان W اللي عندها كوردوني AFA est un point d'inflexion، لأنه على يسار ال A لا فونكسيون f est concave، على يمين ال A لا فونكسيون f est convex، وبالتالي W هي الحد الفاصل بين الكونكاف والكونفكس. أيضا إذا ال f سيكوند سانول لوسك x إيكال A، إذا كان في عنا هون بلوس وفي عنا هون موان،
بهالحالة هيدي الفونكسيون اف بتكون كونفكس، على اليمين هون بتكون الفونكسيون كونكاف، وبالتالي البوان دبليو اللي عندك كوردوني اف ا هي الحد الفاصل بين الكونفكس والكونكاف. هيك بهيدا الفيديو مرقنا على السريع كل المعلومات اللي بتتعلق بالديريفي سيكوند، الفونكسيون كونفكس، فونكسيون كونكاف، والبوان دانفليكسيون. بإذن الله بالفيديو القادم حنعمل أبليكاسيون عن هودي المعلومات. الشكر للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.